لك حد يعني ممكن ان حد اسالك هل انت من النوع اللي تسامحي او ممكن نقوله تنسي بسهولة؟ والله نسامح مرة واثنين وثلاثة، ثالثة خلاص ما عادش نسامح. شو الموقف صار لك مثلا من شخص صارت لك معاه اشكالية سمحتيه مرة واثنين وثلاثة وتقدري تجرئي الشخص هذا تقوليها ولا لا؟ ما اقدرش نقولها، لكن اكيد سامحتها مرة واثنين والتالتة بعدين ما عادش قدرت نسامحها. في مشكلة بيني وبينه توا سنتين ما نتكلموش. شخص من الوسط؟ لا مش من الوسط، لا في العائلة. سنتين مش تعرف ان قلبي ابيض. شنو السبب ما تقدريش تقولي الاسم؟ والله الاسم مش لازم نقول انا الاسم، لان هو لو انا بنقول الاسم قصدي انا موضوع خلاص ما عادش يهمني، فاني نحكي لك. لاحظتي روحك انك انت صريحه هلبة، تسامح اكيد تجرئي يعني اكيد لدرجه انك انت تذكري في الاسماء. تقولي الاسماء يعني. ما هو اسماء هذوما شخصيات ما نقدرش نذكرهم على في اللقاء. المهم قصدي قلت لك انا شن صار، ما نقدر نقول لك ما فيش منها، ما فيش حد زعلني وما فيش حد زعلت انا وياه، فانا حكيت لك تفاصيل بسيطه، قلت لك سامحت المره الاولى والثانيه والثالثه ما عادش كلمتها سنتين. اكيد هو يسمع فيها توا. صديق تشوفي فيه السند الدائم من هو؟ صديق تشوفي فيه السند الدائم؟ تبغى نذكر اسمه ولا؟ اكيد يعني تشوف فيه سند وما تبيش تذكر اسمه. أكيد عندي زوز أصدقاء هم أنا، لكن أكثر صديق أيوب الغرياني. أيوب أكيد من رجولة صديقي هلبة ونحبه هلبة، ونتمنى أن ما فيش حد يعني ما في شيء يفرقنا مع بعض. ربي يحفظك. أكيد سلم. آخر مرة كذبتي فيها أنت ديما؟ لا ديما نكذب أنا، ما آخر مرة تو قبل خمس دقائق. ما هو فيه الكذب انواع، ممكن نشوفه كذب ابيض ببصاره وممكن كذب لا كذب ابيض اكيد هي. شن صار ترى؟ شن صار؟ قلت لك في السريع وانا مش في السريع عادي اقول كذب. هذه جديده معناها تو بما انك قلت لي، فهذه كذب ابيض عادي. تمام. هل انك انت كذبتي ممكن كذبة على احد المقربين ليك وتتمني ان هو مثلا يسامحك؟ لا الحق انا لا مفيش. تمام. انت من الشخصيات اللي تحب تصور سيلفيات او لا؟ او لا. اخر سيلفي مع من كان صورتي؟ لا ما نحبش نصور سيلفيات. لا ما تصوريش. كويس. يا سلام. جيب الورقة هنا وخلاص ورنين السؤال. لا ما أنا ما تيجي نجرب بعض. يعجبني نجاوبه والما عجبني سندر إحنا ما شفتهاش. بس. تمام. تخافي من تقدم العمر القدام أو لا؟ وكم تاريخ ميلادك؟ تاريخ ميلادي 1984 12/7/1984. تخافي من العمر؟ لا بالعكس. بالعكس أنا هلبة ما يعطوش فيه عمري هذا. أكثر أكلة تحبي تطبخها؟ مكرونة بكبكة. بكبكة أكيد أسهل طبخة هي أصلا. الحيوانات الأليفة؟ أحب الأرانب. مربي أرانب ولا لا؟ قبل والله كانت عندي أرنب صغيرة توا خلاص. كويس. لونك المفضل شنو؟ اللون المفضل لوني المفضل القهوي. قهوة. كويس. أغنية ليها ذكرى عندك شن هي؟ لو أغنية ليبية ولا أي أغنية عادي أنت كيف ما تحبي. أغنية كل ما تسمعها عندك ليها ذكريات. والله هي حكت هي موال متاع عاصي الحلاني، هي لأغنية ينكر المعروف. عاصي الحلاني ينكر المعروف. الموال متاعها هو. أكثر دولة تحبي تمشي لها؟ مصر. آخر مرة مشيتي لها؟ توا في شهر 12 اللي فات. صورتي فيها عمل؟ لا زيارة فقط.